السلام عليكم مشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اماركم هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله، بصحه جيده. وشكرا لكم بزاف بزاف، الناس اللي كتكتب لي كومونتير والناس اللي كتشاهد بلا كومونتير. المهم كنشكركم كاملين، وناس جداد شفتوا القناه ديالنا مرحبا بكم، والناس القدام دار داركم مرحبا، اهلا وسهلا. المهم اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في الحرشه، سهله واقتصاديه. غادي نوجد الكوتي ان شاء الله، قلت علاش لا ما نشاركهاش مع البنات، هانتوما معايا ان شاء الله. هنا عندي الراس ديال المعلقه ديال الخميره، حبوب ولا ديروا معجونه بحال بحال. انا عندي هذه حبوب، والسميد مويان، وبالزيت والملح فقط. هادشي باش غادي ندير خلط خميره، علاش كندير الخميره كتجي رطبه، كتجي بحال ديال الزنطه، شي زوينه. غندير الزيت، بسم الله، نبسبسها مزيان كتشوفو، نبسكو مزيان، ندخلو فيها الزيت. هادي الزيت العود، اللي بغا يدير الزيت الرومية يديرها ولا المائدة، من أحسن زيت العود إلا كاينة في المنزل، استعملوها كتبقى هي صحية أكتر. نفس التبسبس مزيان باش كتجيكم بحال ديال برا. شوفوا على حساب، بغيتو ديروا الزيت بزاف ديروها، تديروا غير شويه ديال الزيت، ديروا غير شويه الزيت. ملي كديروا غير شويه الزيت كتقلب تقلبوها زعما بيديكم، منين كديروا بزاف ديال الزيت خصكم تقلبوها شي لوح ولا شي قفاله ديال شي طاوه. المهم تقدروا ديروها البنات كيما هكا وتخليوها الليله كامله وهي مسوسه هكا، كتجي راطبه وكتجي واعره. وانا دابا ما نقدرش نخليها حيت زعما وجدت عليها بغيت نطيبها دابا. هانتوما كيفاش كتجي. غادي نخلي شويه ديال السميد للتقراص، باش نكرش شويه هكا، والملح تبقى على حساب الذوق، الملح تبقى على حساب الذوق، حيت كيدير بكد. وكاين الحشره اللي كنصوب النيد بالزيتون وداكشي كتجي زوينه حتى هي، هادي خفيفه اقتصاديه. دابا غندير شويه ديال الماء، الماء انا درتو دابا دافي، ملي كيكون الحال سخون على حساب الجو كنديرهم غير بالماء ديال الروميني باردين. كتشرب هي هي، ما خصكمش تعجنوها بزاف، عجنتوها ما كتجيش زوينه كيما صحاب الزنقه. كيفاش كيديروا صحاب الزنقه؟ وصافي كيديوها ويجيبوها باش كتشرب. نستعملي دياتي بجوج، كتشرب هي السميده بزاف الماء. ولا بغيتو ديروا فيها التمنيت تخلطوا الزيت والزبده حتى هي كتجي شيشه بزاف. هانتوما كيما كتشوفوا خليها تشرب ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. هاد تشرب شويه باش تليق لينا التكراس وصافي، حيت فيها الخميره تشرب شويه. دابا من بعد ما خليت 10 دقائق كما قلت لكم، ها نتوما راه رطبه، وهي احسن تخليوها اكثر، تكون اكثر تترطب اكثر من كتخلي تعطيوها الوقت. دابا ان شاء الله غادي نكرسها معكم السميد ديالنا. شوف بقا تيسق لا والو، هنا هي غير كتبغيش لي مرتها دير لها انا هكا طريقتي انا في الحرشه. فوالا بدات كتخمر البنات، ها
طيب السميده وما تخافوش. دابا غادي نمشي ندير شويه السميد، نرش شويه السميده في المقله. من بعد المقله ديالنا ما سخنات مزيان، البنات خصكم تسخنوها مزيان باش ما تعذبكمش. انا غادي ان شاء الله ندير السميد، تبقوا معايا. غادي نرش شويه السميد كما قلت لكم، نقصوا العافيه مهيله باش ديروا هاد السميده ما تحرقش معاكم قبل ما تحطوا الحرشه ولا العجين. الحرشه دابا مازال عجينه، فوالا درناها مزيان السميد. خلينا حتى شي بلاصه نتمنى ما خليت شي بلاصه باش نقرصها معاكم ان شاء الله. بسم الله، تكون العافيه تكون ناقصه مزيان. باش نكون حيت المقله سخونه كتعطيني واحد لافافوخ مجهده. سمحولي البنات غنجيب باش تشد هاد المقلة هادي. دير الصداع المقلة هادي، نحاول نقلصوها. وسمحولي على الصداع ديال هاد المقلة هادي. كتجي لذيذة هاد الحرشة هادي، إن شاء الله تعجبكم. دابا من بعد ما قرصتها مزيان، غادي نرش السميدة السميد اللي هي بزقناها ولا سقيناها بالزيت. فوالا دفع مزيان، مازال الشيطان معانا. هانتوما مكتاكلوش السميد بزاف، نتوما إلا بغيتو تقدوها من الجناب قدوها هكا. المهم إلا جاكم حتى شي ضيف هدا سيفيت فيه كتوجد. هادي تبغيو تقدوها تقدوها بالموس، أنا مقديتهاش دابا بالموس، سربان عليها شوية. نتوما إن شاء الله خدو وقتكم وقدوها مزيان. انا غنزيد العافيه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش قليله بزاف، الا جات قليله غتجيكم قاصحه. فوالا الزيت هذه الغلقه ديال المرميطه ندير فيها نقطه ديال الزيت، العود دائما تنها باش ما تلصقش ليا هنا. الزيت شايطه هي باش ديك الحرشه ما تلصق لكمش عليها هذه الكتله ولا الغطايه. غير هكا باش نقلبوها ان شاء الله. نتوما كديروا الحرشه ديالكم هكا وكتطلع من الجناب كتعرفوها صافي طابت. غادي نقلبوها ان شاء الله. ها هي من بعد ما شتي شتي البنات كما قلت لكم هانت كتخرج فاصل ما كتخرجش. نخليها ان شاء الله تطيب من دو كوتي ان شاء الله باش نقطعها معكم ونشوف كيفاش. ها ها السمين كلها غادي تحمد، متخافوش من السمينة. هانتوما وحدين سخون شوية كتحمد السميد. البنات إلا بغات دير معاها السكر ولا العسل دير جوا، أنا خليتها طبيعية. فوالا البنات من بعد ما طابت كتجي كيما هكا، من جوج جهات طايبه مزيان. هانتوما وانا رققتها بحال ديال الزنقاول على برا. نتوما لو تغلطوها الخيار كيبقى ما تيبقى لك واحد وشنو كيعجبو. غادي نقطعها معكم ان شاء الله. هادشي غزالة رطبة،
المهم الا تبعتوا الطريقه كيما ديكم بسيطه، ربط ديروا العسل ديرو، ديروا الزبده كتجي شيشه كثر، الزبده والزيت اللي كيتخلطوا هانتوما تاع هي مقطعه كتجي كيما هكا كتجي كتحمق. كنتمنى ان شاء الله ديروها لوليداتكم غادي تعجبكم، اقتصاديه وكتبقى صحيه وكتاكل شي حاجه بحال كدير برا، مهم تكون كتاكلوها في الدار حاجه زوينه وكنشاركها معكم. كنتمنى ان شاء الله تديروها وبريري ديرها حتى ضروري، ونحطوا اتاي ونحطوا داكشي اللي قسم الله، تحطوا معها زيت العود العسل، تقدروا تخويو عليها زيت العود ولا الزبده مذوبه ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم، الى عجبتكم بحال ديما متنساوناش من اللايك والبارطاج، وكنشكركم بزاف بزاف الناس اللي جاوا جداد والاقدام حتى هما مرحبا بهم دار داركم. الى اللقاء والفيديو المقبل ان شاء الله.